بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب كلية بغداد والمتميزين. اليوم راح أبدي بالشابتر بأول محاضرة بشابتر 2 سكيلتال سيستم الجهاز الهيكلي. راح أبدي أول شيء أدي الانترودكشن أو المقدمة. نجي بالنسبة لي المقدمة ونعرف ما هو معنى الجهاز الهيكلي أو شنو فائدة الجهاز الهيكلي. The human body cannot keep its balance and harmony of its movement without having a hard support to its soft parts or joint. This support is called skeleton. شنو معنات هذا الكلام؟ The human body, جسم الإنسان, cannot keep its balance, لا يستطيع أن يحافظ على التوازن of and the harmony of its movement, وتناسق أو تناغم الحركات, without having a hard support, بدون أن يكون له دعامة صلبة to its soft part or joint, ترتبط ب أو ترتبط بالأجزاء الرخوة أو الناعمة أو المرنة لهذا الجسم. This support is called skeleton. هذه الدعامة تسمى الهيكل. أجي هسه أريد أعرف ما هو تعريف الجهاز الهيكلي. Skeleton system. It's a rigid strong support. إنه عبارة rigid صلب strong قوي support دعم. هو عبارة عن دعم قوي وصلب. Give the shape of the human body. يعطي شكل جسم الإنسان. It's form with the muscles, the movement system. إنها تشكل مع الجهاز العفو تشكل مع العضلات الجهاز الحركي movement system. It forms with the muscles the movement system and protect the important organs from the external effect. وكذلك تقوم بحماية الأعضاء المهمة من المؤثرات الخارجية. إذن هذا عندي تعريف للجهاز الهيكلي skeletal system. It's a rigid it's a rigid strong support give the shape of a human body. It's form with the muscles the movement system of and protect the important organs from the external effects. اذا هذا عندنا اول شيء تعريف الجهاز الهيكلي. هسه احنا اخذنا كلمه جديده اللي هي عندي الموفمنت سيستم او جهاز الحركه. راح اجي وارد اعرف ما هو مكونات جهاز الحركة. There are strong links between the work of muscles and bones. إذن هناك ارتباط وثيق أو ارتباط قوي بين عمل العضلات والعظام, which are together called movement system, التي معا تسمى جهاز الحركة. طيب هسه أجي أعرف لماذا تسمى جهاز الحركة. هسه احنا قلنا أنه عندي strong link ارتباط قوي with between the muscles and bones, بين العظام والعضلات. أجي أريد أعرف ما هو هذا الارتباط الوثيق أو كيف يكون هذا الارتباط. Muscles are responsible to generating power necessary for movement. إذن أول شيء عندي هذا هو اللي هو عمل العضلة أو ما هو عمل العضلات. راح ألاحظ أن العضلات تكون مسؤولة عن عملية القوة أو إعطاء قوة للحركة. Muscles are responsible for generating power necessary for movement. إذن العضلات مسؤولة عن توليد القوة اللازمة للحركة. But muscles usually support the bones. إذن عندنا العضلات عادة تكون مدعمة أو مدعومة بواسطة العظام. أجي أريد أشوف هسه أنا عرفت عمل العضلة, أريد أعرف عمل العظم. العظم شو راح يقول؟ العظم change this power into movement. إذا عندنا العظام عملها change this power into movement, يحول هذه القوة إلى حركة. إذا صارت عندي muscles generating power, تولد قوة. Bones change this power into movement, والعظام تحول هذه القوة إلى حركة.
لهالسبب عندنا نسمي الاثنين او ارتباط الاثنين يسمى بالموفمنت سيستم او جهاز الحركه. اجي هسه بالنسبه للسكيلتال سيستم واشوف ما هي وظائف السكيلتال سيستم. السكيلتال سيستم وورك اس، نجي عندنا اذا عندنا الجهاز العضلي يعمل ك نمبر 1 ريج سبورت، اذا عندنا اول شيء يعمل كدعم صلب او دعامه صلبه. نمبر 2 جيف ذا شيب اوف ذا بودي اند ستريتنس اوف بودي، اذا عندنا يعطي شكل الجسم وايضا يعطي الاستقامه للجسم. اذا جيف ذا شيب اوف ذا بودي اند ستريتنس اوف بودي، اذا عندنا يعطي الشكل والاستقامه للجسم. بدون هذه العظام كان أصبح الجسم مجرد عضلات رخوة أو لحم رخو وما إلى أي شكل معين أو ما إلى أي شكل محدد. Number 3 Part of skeletal system connected with the movement organs and muscles. الأجزاء من الجهاز الهيكلي ترتبط مع الأعضاء الحركة والعضلات. اذا عندنا العمل اللي راح يكون عندنا ان هي ترتبط مع اعضاء الحركه والعضلات اللي مثل ما قلنا انه تكون معاها الجهاز العضلي. النقطه الرابعه some of its part protect the significant اللي عندنا هذه الكلمه معناها الأعضاء المهمة أو الأعضاء الكبيرة بالجسم. هذه الكلمة يعني شوية مصطلح شوية صعب عليكم ممكن أن تقول اللي هي important organs، لكن أنا أفضل أن تحفظها لأنه بالوزاري مطلوب من عندك مثل ما هي موجودة بالكتاب. ف some of its part protect the significant organs from the external effects، تحمي الأعضاء المهمة من المؤثرات الخارجية. ما هي الأعضاء المهمة؟ thus the skull protect the brain. إذا عندنا مثال عليها اللي هي عندي الجمجمة التي تقوم بحماية الدماغ. and thoracic cage protect the lungs. heart and so on. وأيضا عندنا بالنسبة للقفص الصدري thoracic cage protect the lungs, heart and so on. يحمي عندنا الرئتين ويحمي القلب. راح أدي هنا بالنسبة للbone structure أو تركيب العظم. نشوف هنا عندي هذا هو شكل تركيب العظم، وراح ناخذ من تركيب العظم ونشوف شنو الاشياء اللي تكون عندي تركيب العظم او النسيج العظمي البون تشو. The bone tissue composed of star like bone. اذا عندي اول شيء عندي موجود عندي هذه الستار بون سيل اللي هي خلايا عظميه نجميه الشكل called osteocytes تسمى بالخلايا العظمية which are arranged in the form of cycle around central canal called Haversian canal. إذا عندي هذه سرح أرجع مرة ثانية، عندي star like bone cell called osteocytes. إذا عندي خلايا نجمية الشكل تسمى الخلايا العظمية. هذه الخلايا arrange in form circle around تكون عندنا بشكل دوائر أو تشكل دوائر around حول central canal قناة مركزية called as Haversian أو Havers canal تسمى ب Haversian canal أو Havers canal قناة Havers. This canal is discovered by Clapton Havers. هذه القناة اكتشفت من قبل العالم Clapton Havers in 1670
this aspect this canal is discovered by Clapton Habers in 1657 1657 to 1702 إلى سنة 1702 أوستوسايت secreted أوسيان which is salt substance of bone. إذن عدي بالنسبة لهذه الخلايا تفرز هذه اللي تشوفها تشوفها هنا هذه الخطوط الرفيعة اللي نسميها بالأوسيان أو المادة الصفائح العظمية اللي this ocean أو this substance made the bone هي اللي راح عندي تكون عندي salt bone أو المادة الصلبة للعظم. هسه نرجع مرة ثانية نعيدها مرة ثانية حتى تكون عندي واضحة. The bone tissue composed of star-like bones called osteocyte. إذن عندنا العظم يتكون أو نسيج العظم يتكون من star-like خلايا نجمية الشكل تسمى الأستوسايت اللي يسميها بالخلايا العظمية which around arranged in from the circles around the central canal called Habersian canal اللي تكون عندنا مرتبة بشكل دوائر حول قناة مركزية تسمى Habersian canal قناة Habers. This canal discovered by Clapton Habers اكتشفت من قبل العالم Clapton Habers in 1657 to 1702 اللي هي من 1657 إلى 1702. أوستوسايت الخلايا العظمية secretes وظيفتها هنا عندنا الفانكشن مالتها secrete ocean which is the salt substance of bone. إذن عندنا وظيفتها هو إفراز الصفائح العظمية التي تكون عندي مادة العظم الصلب أو المادة الصلبة للعظم. The tissue formation of any bone does not differ one from another. إذن عندنا بالنسبة للنسيج العظمي ما يختلف من عظم إلى آخر except عدا هذه إذا تجي إحنا بشكل فراغ except some of bones of head عدا بعض العظام التي توجد بالرأس. For this reason we shall take the femur as example for studying the tissue formation of all bones. لهذا السبب راح ناخذ عظم الفخذ باعتبار مثال لدراسة بقية العظم. إذن هسه عندنا إنه كل التكوين العظم أو تركيب العظم ما يختلف من عظم إلى آخر بعدا إنه عندي الاختلاف يكون بعظام الرأس. إذن the tissue formation of any bone does not differ one from another except some bones in height. For this reason we shall take the femur as example of studying the tissue formation of all bones. لهالسبب راح ناخذ عندنا قلنا عظم الفخذ باعتباره مثال لهذا العظام. نجي بالنسبه لي parts of bone راح ناخذ عندي المثال عندنا عظم الفخذ وقلنا راح ناخذ اول شيء عندنا الاجزاء مالته. نجي هنا bones of human body are similar in structure but vary in shape and size. إذن عندنا العظام في الإنسان تكون similar أي متشابهة في in structure في التركيب but vary ولكنها تختلف in shape and size في الشكل وأيضا في الحجم. As an example كما في المثال راح أجي هنا the femur bones are made up of body and two ends.
إذا عندي أول شيء بالنسبة للعظم الفخذ راح نشوفه هنا، راح يتكون من body اللي هو جسم العظم، هذا هنا نشوفه and two ends ونهايتين. إذا عندي يتكون أول شيء من عندي العظم من body femur bones are made up of body and two ends. أيضا عندي هذه هي الأنس اللي موجودة. The body covered an external membrane which contain nerves and blood vessels. إذا عندنا بالنسبة للبودي فقط البودي وليس كل العظم، فقط الجسم covered أو يغطى ب external membrane بغطاء خارجي أو بغشاء خارجي. هذا الغشاء الخارجي contain the nervous and blood vessels، يحتوي على الأعصاب وأيضا يحتوي على الأوعية الدموية. الأوعية الدموية شنو فائدتها؟ nourish the bone. إذن عندنا contain nervous and blood vessels to nourish the bone التي تقوم بتغذية العظم. This membrane is called periosteum. عندنا هذا الغشاء أو هذا الغلاف يسمى بالبيريوستيوم السمحاق. إذا عندنا يسمى بالبيريوستيوم أو السمحاق. هذا الغطاء مثل ما قلت إنه هو يغطي فقط الجسم just the body. إذا أردت أعرف للبيريوستيوم is the external membrane of body bone contain nervous and blood vessel to nourish the bone. إذن عندنا الغلاف الذي يغطي جسم العظم body of bone أو body bone، فقط يغطي جسم يحتوي على nervous الأعصاب and blood vessels الأوعية الدموية to nourish the bone. إذن وظيفة هذه هي تغذية العظم. عندنا after this membrane أو after the عندي السمحاق أو البيروسيوم راح ألاحظ يجيني هذه الطبقة الثانية اللي هي عندنا اللي نسميها hardest bone أو العظم الصلب. إذا عندنا after the membrane the compact bone أو العظم الصلب comes. إذا عندنا يأتي عندي العظم الصلب. Compact bones is the hardest bone layer and contain bone marrow inside it. إذا عندنا compact bone العظم الصلب أو العظم الصلب هو عندنا الhardest أو الأصلب جزء بالعظم، ويحتوي بداخله it's contain inside it the marrow، يوجد عندي نخاع العظم أو نقي العظم. هذا بالنسبة فقط للجسم. هسه ايش بقت عندي؟ بقت عندي النهايتين the ends the two ends. عندنا بالنسبة لي عندي the two ends are disconnected. هذا عندنا بالنسبة للنهايتين راح ألاحظ انه هذه النهايتين تتميز from the body عن الجسم by being spongy. إذا عندنا هذه النهايتين راح عندنا مثل ما قلنا راح تتميز بأنها تكون اسفنجية. إذا عندنا the two ends are distinguished from the body of bone by being spongy. إذا عندنا راح تتميز هذه النهايتين بأنها تكون اسفنجية. Spongy bone is not surrounded by periosteum. إذا عندنا بالنسبة للعظم الاسفنجي غير محاط بالسمحاق. إذا عندي هنا راح يكون ما محاط بهذا الغشاء. زين بماذا يحاط؟ بما أنه هو اسفنجي، بما أنه راح يكون هش، راح يكون مو صلب مثل ما العظم الصلب أو العظم الصلد اللي موجود عندي. إذن
instead of peristium, a smooth half salt layer called cartilage covers. إذا عندنا راح ألاحظ إنه هو يغلف بطبقة smooth ملساء half salt نصف صلبة called cartilage تسمى بالغضروف. إذا هذه اللي راح تحيط عندي بالعظم اللي أنتوا شايفيها من هذه في الطبقة بيضة تغلف نهاية العظم اللي هي عبارة عن الغضروف. إذا عندنا راح نرجع sponge bone is not surrounded by peristium but instead of peristium a smooth half salt layer called cartilage covered. إذا عندنا راح تكون عندي طبقة نصف صليبة وهذه الطبقة ناعمة تغطي نهاية العظم. أجي بالنسبة لـ chemical structure of bone أو التركيب الكيميائي للعظم. Chemically, a bone consists of two major kinds of materials. كيميائياً يتكون العظم من نوعين رئيسيين من المواد. Organic materials and inorganic materials. المواد العضوية والمواد الغير عضوية أو المواد اللا عضوية. أجي بالنسبة لأول شيء أشوف نسبة الـ percentage of organic and inorganic materials in bone. راح ألاحظ إنه الـ organic materials it's 35% of the bone. إذن عندنا تكون عندنا نسبتها 35%. بينما the percentage of inorganic materials is 65% تكون عندي 65%. نجي هنا بالنسبة لي أريد أعرف المكونات أو ما هي الكونتين. هذه عندنا النسبة percentage بالنسبة للنسبة المئوية. هسه أعرف هسه هنا الكونتين ماذا تتكون أو ماذا تحتوي. بالنسبة للأورجانيك these are colloidal these are colloidal proteins now as collagen. إذا عندي مادة بروتينية غروية collagen protein مادة بروتينية غروية known as a collagen تعرف باسم الكولاجين and mucus like ومادة تشبه المخاط substance called as mucol تسمى بالمخاطين. إذا عندي يتكون الorganic materials from two substance or two kinds colloidal protein called collagen and mucus like substance called mucol. إذا عندنا يتكون من مادة بروتينية غروية تسمى بالكولاجين ومادة شبه مخاطية تسمى بالمكول. أجي بالنسبة للانأورغانيك ماتيريالز الانأورغانيك ماتيريالز راح ألاحظ أنه هي تحتوي على بعض الأملاح أو بعض المكونات اللي تكون عندي لا عضوية. These inorganic materials are phosphate, carbonate, calcium fluoride, manganese phosphate and sodium chloride table salts. إذا عندنا راح أجي ألاحظ إنه موجود عندي هذه المكونات اللي هي فوسفات، كربونات وأيضا عندي فلوريد الكالسيوم. إذا عندي ثلاث مركبات اللي هي المفروض إنه هنا تكون فوسفات الكالسيوم، كربونات الكالسيوم، فلوريد الكالسيوم. فهو مختصرة بهذه الطريقة فوسفات، كربونات، كالسيوم فلورايد. إذا عندي هاي ثلاث أملاح. منغنيز فوسفات وفوسفات المنغنيز وأيضا صوديوم كلورايد اللي هو عندنا كلوريد الصوديوم تيبل سالت أو ملح الطعام.
اجي هنا بالنسبه لل هذه المواد الميوكر ريسبونسبل ب البومين اور وايت ايج وايت اوف ايج اند اتس امبورتنت فور بون فلكسبيليتي. اجي هنا نشوف شنو بالنسبه للميوكول اللي هسه قلنا انه هي الميوكول عباره عن كوليدال بروتينز او ماده بروتينيه غرويه. هذه الماده راح الاحظ انه هي تكون عندي شبيهه ب تمثل الالبومين اللي هي هذه الماده اللي هي عباره عن بياض البيض. الماده البروتينيه اللي موجوده بالبيض اللي هي بياض البيض اللي يمثلها عندي هذه الماده. شنو فائدتها او شنو الامبورتنت مالتها؟ It's for bone flexibility. تكون عندنا وظيفتها هي إعطاء مرونة للعظم. أما بالنسبة للـ inorganic materials فرح ألاحظ أن الimportant مالتها they are responsible for hardness of bone. تكون مسؤولة عن صلابة العظم. إذا هنا تكون مسؤولة عن flexibility المرونة وهنا تكون مسؤولة عن الهاردنس اللي هي الصلابة. هذا بالنسبة للمحاضرة اللي راح ناخذها اليوم. أتمنى أنه تستفادون من عدها. شكرا جزيلا.